أطلقت الغرفة الفتية الدولية اللاذقية جيسي آي لاتاكيا كرنفال مشوار على العالم 21، معرض الحضارات ضمن حملة بليف إن سيريا، وبمشاركة 22 دولة عربية وأجنبية وأوروبية وآسيوية ومن أمريكا الجنوبية. هذا المشروع، هذا العمل بدورته الثانية عم يكون دعم لليافعين، للشباب اللي هن جهزوا وحضروا هذا الملتقى واشتغلوا عليه، فكان في دعم ورعايه ومتابعه من وزاره الثقافه عبر مديريه الثقافه في اللاذقيه لهذا المشروع، وان شاء الله مكملين نحن مع شبابنا كمديريه ثقافه كوزاره ثقافه، مكملين مع شبابنا بدعم كل المشاريع اللي من شانها انه تحقق حراك ثقافي على مستوى المحافظه بشكل خاص وعلى المستوى الجمهورية العربية السورية بشكل عام. هدفنا من هي التظاهرة هو دعم السلام، وهو دعم حملة طالعة من الغرفة الفتية الدولية سوريا على العالم اسمها آمن بسوريا، الإضاءة على الشباب السوري وقديش هو فاعل، تحسين صورة الشباب السوري بالعالم وقديش عنده أشياء يقدمها، أشياء فنية ثقافية حضارية يعملها، ولأن سوريا هي أرض الحضارات، هي أرض الأبجدية الأولى، هي الأرض اللي طلعت منها المعزوفة الأولى على العالم، فكتير منطقي إنه نحن باللاذقية وبسوريا نعمل هيك تظاهرة نضوي فيها على كل هاي الحضارات ونجمعهم عنا على الأرض السورية وبمكان حضاري مثل المتحف الوطني باللاذقية. المشروع هذا هو عبارة عن مغامرة، هو عبارة عن رحلة، هو عبارة عن فعالية وكرنفال. من خلاله نحن حاولنا نوصل ثقافات العالم بين بعض من خلال طريق واحد، من خلال أجنحة مشتركة نقدر نعرض أهم البلدان، أهم الثقافات، أهم الأشياء اللي بتتميز فيها كل حضارة. طبعا الستاند إذا بدي بلش أحكي عنه منبلش من الشخص اللي واقف على الستاند اللي هو لابس اللباس والزي التقليدي اللي بيمثل الحضارة اللي هو عم بيحكي عنها، بالإضافة إلى العملات، بالإضافة إلى الخرائط، الصور، أي تحف نحن قادرين نوصل لها كمان قدمناها وعرضناها بالأجنحة. كتير في قصص حلوة في هذا المفرش الأغباني بنسميه، هذا كله مشغول بالشام، كتير فيه تفاصيل دقيقة رائعة. كمان عندنا هون شغل الموزاييك، كانوا يستخدموا كل شيء بالموزاييك من العمارة للخشب لغيره كتير. وما ننسى حبيبتنا طاولة هون رائعة، حتى العظم كان يدخل بهيك أشياء ناعمة وحلوة كتير، وحتى اللباس هون. هذا المعرض احنا عارضين ثقافة الروسية، عندنا هون المتروشكا وهي المشهورة بثقافة الروسية اللي بتفتحها بيكون في جواتها أصغر وأصغر أصغر لحتى يوصل معكم لأصغر الحجم، وفي هون كمان قصة وحدة جواتها. بس إنه عندنا هون كتب روسية، عندنا بهيدا نحن بنشرب الشاي الروسي، وهيدا هو الدب المشهور الروسي اللي بيحب ياكل العسل. نرجي العالم شوي على حضارة الهند، طبعا هي حضارة كتير عريقة وانتو اكيد بتعرفوا انه هي مليانة ديانات، مليانة معابد، مليانة الوان، مليانة سلام. حبيت ورجي العالم، انا طبعا لاني جاية من الهند بالاساس بصراحة، فستانت كله جبتوا معي من الهند من هونيك، حبيت ورجي العالم شوي على هي الحضارة اللي هي مليانة مع لكم بخور، بهارات، الفيل اللي هو رمز السلام، المعمار اللي عندهم اللي هو كان مليان سحر، يعني المعمار عندهم مو مجرد احجار، كل شيء لهم راجع لآلهة، راجع لشغلات معينة. نعطي صورة حلوة عن هون الشباب السوري، الشباب السوري الجامعي اللي هو عم يحاول يعني يصنع من لا شيء شيء، وعم يحاول يبعد شوي عن الجو العام والتوتر اللي عم بيخلق فرصة ترفيهية ومنها ثقافية بنفس الوقت. معرضنا هو معرض فولكلوري وتراثي، فيه بعض المنحوتات الخشبية، في مأكولات نحن مشتهر فيها كتير كتير. المأكولات إذا حبوا نتعرفكم عليها، الأزحة، حلبة مقروطة، فطير مشلتت وهيك شغلات يعني، وأمور تتعلق بتراث وتاريخ بعض المواقف النيرة الموجودة اللي صارت والأحداث التاريخية اللي جرت في تاريخنا من 48 حتى الوقت الحالي. عاملين مثل الشغلات اللي موجودة ببريطانيا اللي منها التي تايم اللي هو الوقت اللي بيشربوا فيه الشاي، وفي البسكويت اللي بياخدوهن مع الشاي، في هدول الشموع اللي هن هاند ميد لسبيتين من اللاذقية، بيدلوا على الانجليش فلاور اللي هي موجودة بهيدا موجودة بانجلترا وهيدا الملاك، وبنفس الوقت في الطوائل القديمة اللي كانوا يلبسوهم. حبيت احكي عنها لانه البيرو ما كتير معروفة وما كتير مشهورة، ولكن هي بلد سياحية كتير حلوة، سواء بالرينبو ماونتن او
بلازا دو أرماس أو حتى بجبال الأنديز اللي فيها أو حتى حيواناتها الألبكا أو الكوندور العملاق، حتى بلبسها، حتى بأهراماتها اللي كتير غريبة وفريدة من نوعها. اليونان معروفة باليوناني، معروف سقراط، ومعروفة بكتير قصص حلوة، طبعا بمناظرها الحلوة كتير وبيوتها البيضاء المعروفة. شغلة كتير حلوة إنه نحن عم نحكي عن حضارات بلاد تانية، أنا شغلات ما كنت بعرفها أبدا وحتى بلاد ما كنت سمعانة عنها، فهذا شيء كتير حلو إنه نحن كل فترة نعمل هيك هذا التنوع، نندمج ببعض بحكم إنه نحن ما بنعرف باقي الدول، حتى ما بنعرف غير الدول المجاورة يعني إذا بدنا نحكي. الفعالية كتير حلوة وكتير ظريفة وبتنقل الواقع السوري الحضاري الأصلي. مشروع مشوار على العالم 21 يتضمن العطورات الطبية والماركات المشهورة بين روحانيات وأحجار وثقافات فلسفية، عود وكمان وأسطوانات موسيقية كلاسيكية، تراث وأكلات شعبية.